حاسة لها بالخاص، لكن مسكينة نزلت سنابات بالغلط حق العروس والمعروس. احنا كسعوديين وعارفين ان احنا انتو العادات والتقاليد، ان اكيد انها بالغلط، احنا سعوديين بالغلط، يعني اكيد انها نازل الشيء هذا بالغلط، مو متعمد المرة. تروحون تاخذون المقاطع وتنشرونها بتويتر ليه؟ شو قلة الادب يعني؟ قسما بالله العظيم ابدا ما في الناس بس تبغى الشهرة وتبغى حدث. عيب. انا ترى صار لي الموقف هذا في زواج بنت اخوي، صورت بنت اخوي وانا وهم يكبون علي، تخيلوا، فلوس. بس انا وش صار عندي؟ انا عندي سنابين، سناب خاص وعام. طلعت من سنابي العام ودخلت حسابي الخاص، وكنت مركبة اظافر، تخيلوا. كان ذاك اليوم نحس يعني علق ال فعلق النت وانا على بالي انه طلعني من سنابي العام ودخلني سنابي الخاص، وقاعدة اصور العروس، تخيلوا، والزفة، ووصلت لين الكوشة، وقمت انا ارقص ويكبون علي فلوس. على بالي هذا سنابي الخاص، طلع لا، سنابي العام. بس وقتها الكلام هذا قديم، وقتها ما في فلاتر اتذكر، كان وقتها اعوذ بالله من الشيطان، ما حد يصور شاشة، ما حد يقدر يسحب مقاطع، الحمد لله يا ربي. بس جد يعني احنا شعب سعودي واحنا لنا عاداتنا وتقاليدنا، عيب عليكم سرقة المقاطع ونشرها هذه. الله لا يحلل ولا يبيح اللي منزله، ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني من فرحة الى حزن الحين بيصير وسبب هالموضوع هذا. يعني ابد ابد الواحد ما يغلط، ترى كل انسان يغلط، انا بعد غلط. تذكرون بعد صارت لي سالفة، بعد ما ابي اقولها كلها، انا دايما اغلط اول، وسبب عندي حسابين وجهاز واحد. شوفوا سعد اخوي عنده جهازين، يقول ليش احط الجهاز الثاني في سنابي الخاص وجهازي الاول في العام؟ بس يعني صراحة قهر 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 قهر، يعني ما في الواحد يغلط، ما في يعني الناس بس قاعدة تنشر. يا اخي صحوا ضمايركم، كل واحد يتخيل نفسه هو. يا اخي انت تخيل نفسك انك ان هذا زوجتك ومنتشر مقطعها، وانت تخيلي ان هذه زوجة اخوك ولا زواجك انت، تخيلي. صدق صدق حمير. شو اقول بس انا والله العظيم ان فرحتي انقصت وراحت، راحت فرحتنا اللي كنا مستنينها. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شو اقول بس انا صراحة بدعوا، بس يبون يخففون التوتر عني. أربع الفجر وهم هذا طبعا يا طويلة العمر، إيش هذا؟ إنه كانوا موجودين معانا كمان لحظة، عندنا لهم معاملة خاصة، كلمة السر هي. يعني أنا أستبشر إذا طريت أحد وصار الانتقادات. أنتم ما شاء الله تبارك الله ما لقيت ولا انتقادات من الناس اللي تعاملوا معكم من هذه قبل. هذه شهادة موجودين معاكم إن شاء الله فترة، وبيننا ملتقى في أيام وليالي جميلة جاية إن شاء الله. شيء من كذا نخفف، بعد خفف لي نخفف تفاصيل. شايفي الاناقه؟ حل لوجو الحفل. اهم شيء والله احتفظوا بهذا الشيء في مناسباتكم عشان ترتاحون، احتفظوا بهذا. للناس اللي تبغى فعلا ترتاح ما تشيلهم شيء، كبتروه. هاي يا سوسو، هاي الابداع، هاي روحي. شلون مرة أول ما شفتها حضنتها، هيوني فين، حضنتهم من جد يستاهلون. التعليق مرة عجبني اللون، خاطرنا ولكن ترى مرة أنيق. عندك لوجو الحفل على البوابة، طبعا هذه كلها أشياء جديدة تصنعت عشان زواجنا. تصميم جديد، تصميم جديد، أي أحد راح يطلبنا في شغل له معاملة هيون. أي من إيه خلنا نفتح الباب نوريهم اللي داخل.
تخيلوا الأناقة، يعني كل شيء كل شيء. يسعدهم يا رب، الله يسعدهم. شوفوا الاهتمام، كل شيء يعني اهتموا بكل ركن ما بدعوا فيه. تخيلوا فرشة وسبراي، وإيش هذا؟ مشوط. هذا مشوط وأسنان حق الأطفال، كمامات كله كله هم اللي جايبينه، مو زي المناكير. هذا حبيبتي نهاية لأنه رجول رجول. أقول لك هامين الدم. الله يسعدكم، يبيض وجه شيء شيء صراحة، يبيض الوجه حتى المناكير. أوقات ينسوا، أوقات ينسوا، أوقات يحطوا مناكير، فهذا موجود. يا الله، شيء يبيض الوجه من جد. انا الحين بطلع اسوي الميك اب، بس بخلي لهم، بخليهم معتمدة عليهم. خلص خلصوا، لكن الاستفسارات اللي تجي هم يطلعون لكل مكان بالسعودية، اي احد عنده زواج كذا كبير فخم، عدد عزيمك اللي تبين، هم يسوون لك بالثيم اللي انت تبينه. اول الجلسة يشوفون افكارك انت وش يعجبك. تدرون انا اخترت اشياء غير الجلسة الثالثة، اعطوني اشياء مختلفة عن اللي اخترتها، فهموا انا ايش ابغى. فهم كذا يسوون لك جلسات عشان يفهمون ايش مودك، بعدين يطلعون لك شيء حلو. يا العافية. هذه بوفيه العشاء، هذا بوفيه العشاء. انا بالنسبه لي الاشياء اللي غيرتها في بوفيه العشاء، حطينا الشمعدان الكريستال، حطينا الاندر بليت، المناديل معلوق الحفل، وغيرنا الكراسي بالنسبه للحفل. صارت لحظه، لبست عين من لانسمي، عدسات لانسمي، عين لبنانيه، والعين الثانيه اللي ركبناها. ادعوا لي بنات تركب تخيلوا شكلي بعين لبنانية وعين مدري. يلا يلا ادعوا لي تكفون عشان تدخل الثانية. كملي وانا حاجتك في حق زواج ركون. كملي من زمان والله، من اول ما ملكنا. من اول ما ملك صح، قلت سارة لازم هي اللي تمكيجني وتمكيج العروس وتمكيج الفي اي بي حصة. احنا الفي اي بي لازم سارة تمكيجنا يا ملعافية، ما نستغنى. جعلك يا ربي يا سارة تمكيجين كل بنياتنا عرايس. امين يا رب. بديتي بديتي بهنوف، وبديتي بزوجة ركون، ان شاء الله عاد الباقي ان شاء الله يا رب. اللي ما نستغني عنها في زواجاتنا، في كل مناسبة تومي هي اللي ضبط لنا شعورنا. واليوم أبشركم، خليت تسريحتنا نانسي عجرم، اليوم سوينا تسريحة كلاس مرة. ما شاء الله تومي متخصصة مش بس عرايس، فظيع شغلها وروحها حلوة. بحط لكم يا ناس، بحط لكم انستغرامها تفرجوا عليه، وبحط لكم سناب شاتها بعد. هي في المنطقة الشرقية. غريبة حركات ضيافتنا من ليفينيو. يا مال العافية، ملت لنا كل شيء والله. ودي أوريكم أم المعرس الراقية. فاتكم فاتكم عدسات، هي بوليتيب مدري وشو، هي كشاخة. امشي وتذوق انا. ايوه اللي بعده تقديمات. تجنن 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 تجنن، مره رهيبه.
الكوشة وكذا. الله يسعدها. كان مني طلع بك لأحبيبي. احلى عرسان شفتهم بحياتي. الله يسلمك، كنت احلى عريس. وانا مغطي على الحين بخليها يقولون يغنون على كل الحضور. الله يبارك لكم. ذوق انا. ايوه اللي بعده. تقديمات تجنن 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 تجنن، مرحبا. طعام وشكل سويت لي نفس الديزاين الكوشة وكذا. الله يسعدها.
تراي تو بلوكي. فنان فنان ها متصادمة من الشكل. الحفل كان من يجي كان من يجي كان الجوهر جاي خط خط تذكر 3000 قلت له حبيبي مسكت خط وجات يا الله قلبي عورني ما صدق بدعوا والله العظيم اني ما حسيت بشيء مجرد كل ما يخلصون مرحله يرسلون لي بس يبون يخففون التوتر عني شايفين كيف الاناقه الانجاز ترى احنا تونا الساعه 6 هم مخلصين خلاص مشتغلين من متى 4 الفجر 4 الفجر 4 الفجر وهم امس ماسكين عطف رجال خلصوا من عطف رجال ومسكوا غسل النساء بس ايش هذا